المرحلة اللي جاية ايه اخبار دهها. ده اللي هنتكلم فيه بقى الباشمهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية. مساء الخير باشمهندس خالد. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. يعني نجاح المرحلة الاولى بيترتب عليه ان احنا بنوسع وفي مرحلة تانية ان شاء الله، ممكن تقول لنا التفاصيل يا فندم؟ طبعا المرحلة الاولى اللي هي مرحلة الطرح اللي احنا نزلنا بيها الحمد لله كانت مرحلة نجاحها غير مطلوب. كنا نازلين بيها وقلنا احنا نازلين المرحله دي احنا بدأناها من 1 ديسمبر وانتهت في من 30 ديسمبر وانتهت في اخر يناير كلها خلصت الحمد لله. يعني فده خلانا على طول دي كان فيها كم وحده يا فندم؟ دي كان فيها 3000 وحده وكلهم خلصوا الحمد لله. يمكن عندنا ويتنج ليست كبيره قوي منتظره المرحله الثانيه. النجاح اللي غير مسبوق في ان احنا نعرف نفسنا للناس ونقول احنا المخزون بتاعنا ايه الموجود وايه مشروعاتنا لقت يعني اقبال شديد جدا، لدرجه كانت بتحصل بعض المشاكل من التزاحم في بعض المشروعات، لكن الحمد لله قدرنا نحتويها وقدرنا نوصل بيجيها البر الامان مع عملائنا في كل المشروعات. يمكن نقدر نقول سهوله ومرونه الصندوق في الطرح على الناس والسهوله في نقدر نقول اللي احنا بنعملها مع المواطن المصري طبقا للظروف. يعني عندنا في مناوره شويه وشويه عشان الاسعار. ها الاسعار احنا عندنا احنا النهارده اسعارنا نقدر نقول احنا منفذين امبارح بكام وبنبيع بسعر النهارده ده امبارح. يعني لما حد يجي يتكلم واحد يعني لغايه واحد بيقول لي لا انت بتبيع بالسعر ده فعلا؟ فبقول له قال لي انا لو حبيت انفذ النهارده وحده بهذه المواصفات النهارده هنفذها باعلى من سعر بيع. حضرتك مش بتنفذ او مش بتبيع بسعر السوق النهارده؟ اقل من سعر السوق النهارده، يمكن الناس كلها بتقول كده وعارفه كده. فبرضو احنا عندنا يعني الحمد لله نجحنا في الطرح الاولاني وناس كتير جدا عايزه الطرح الثاني، داخلين على الطرح الثاني. الطرح الثاني برضو احنا فيه نقطه مهمه جدا. اتفضل. احنا ازاي بنتفرج على السوق المصري؟ ايه اللي بيحصل فيه؟ ايه المتغيرات المتغيرات اللي بتحصل في الاقتصاد او الاستثمار داخل السوق المصري؟ لقينا فيه ان الناس عندها شويه شيء من التقلبات داخل السوق، مش عارفين يرسوا شويه. النهارده في شهادات برقم، امبارح برقم، السنه الجايه في رقم تاني. فاحنا هنا بنعمل يعني ايه مبادره المره دي، طرح المره دي هيكون يعني نسميها ايه، خلينا نسميها برامج تقسيط متخصص. انا المواطن عندي هيجي لي هيقول لي انا السنه دي الفايده مثلا في 23.5%، ده في 27%. انا عايز ادفع لك مثلا مقدم قد كذا، بحيث ان احنا خلال الخمس سنوات اللي احنا بنطرحهم دول انا عايز السنه دي بدل ما تقول لي كل سنه مثلا 20%، لا انا عايز السنه دي خليني 30% والسنه اللي بعدها 20 والسنه اللي بعدها 15، بحيث يبقى ال 100% في الخمس سنوات عندنا المرونه ان احنا نتعامل كده. يعني ده مع كل مع حاله بحاله ولا المرونه دي يعني بتحددوها ازاي؟ والله مساعدين نعملها حاله حاله. يعني احنا عايزين نقول للمواطن مثلا انت اودعت فلوسك في البنك وليها فايده، الفايده دي انت هتستنى تقول ايه؟ هل انا خايف ان انا فلوسي قيمتها تقل يعني معامله تضخم يقلل من قيمه فلوسي؟ طيب خليني اقول لك ان انا بحافظ لك، يعني انت لو عايز تحطها الان من كده والان من العقار والان من حاجه انا بخليك تربح من كل ناحيه، فلوسك زي ما هي هتجيب اقساط معينه مثلا تقدر تسدد بيهم ثمن الشقه في خلال الخمس سنوات دول، انا هكون مرن معاك جدا فيها بحيث ان انت قيمه فوائد البنك اللي انت حاططها بتقدر تسدد بيها الوحده بتاعتك، حافظت على فلوسك وفي نفس الوقت قيمه الفلوس جات لك من خلال ارباحك كمان في عقار، حتى لو الدنيا غلت او اتغير الاسعار انت حافظت على قيمه فلوسك داخل عقار. ايوه. دلوقتي الويتنج ليست او اللي هم ما خدوش في المرحله الاولى هيكون لهم الاولويه طبعا في الطرح الثاني. طبعا طبعا، بس طبعا في يعني طبعا كل طرح وله اختلاف في الاسعار، يعني طبعا الطرح الاولاني له سعره، الطرح الثاني له سعره، كل مرحله وليها سعرها طبقا للمتغيرات الموجوده، عشان بس ما حدش يقول انتوا كنتوا طرحين في المرحله الاولانيه برقم، لا المرحله الثانيه ليها سعر الثاني والثالثه والرابعه وهكذا، كل مرحله وليها سعرها.
تمام. سؤال تاني بقى يا باشمهندس، يعني عايزين نفهم احنا وصلنا لحد فين الشغل اللي بيحصل في تطوير طبعا القاهرة الفاطمية وحديقة الفسطاط، ايه الموقف التنفيذي، جدول الزمني، هنخلص امتى بإذن الله؟ حديقة الفسطاط يمكن هنتعامل مع بعض قبل كده انا وحضرتك. ما احنا بنتابع ده على طول مع بعض يا فندم. حديقة الفسطاط يعني نقدر نقول ان احنا ان شاء الله في ديسمبر 23 حصل معانا تاخير سنوي، هو مش تاخير، هو احنا زودنا بعض الاعمال وبعض الحاجات على يعني جبنا شركات متخصصه في اداره الحديقه حاجات على مستوى عالمي. فقالوا لا عايزين نعدل بعض الحاجات وبعض الاشكال وبعض التنفيذ في الحاجات دي بحيث نقدر نوصل لحاجه ننافس بها العالميه. فاحنا ان شاء الله معانا دي ديسمبر 24 الحديقه هتخلص باذن الله، ويمكن في بعض المناطق خلصت منها زي الساحه اللي جنب مسجد عمرو، المنطقه الثقافيه برضو قصد نسبه 100% ودي نسبه 100% برضو. تمام. بعض الحاجات وصلت 80%، فاحنا الساحه ان شاء الله ان شاء الله، وبوعد الناس ان اداره الحديقه هتكون على مستوى عالمي جدا، ومحدش يخاف. يعني الناس يقول لك ده مستوى عالمي، يعني تذكره الدخول بكام؟ لا، ما يلقوش من كلمه تذكره دي ان شاء الله. ده احنا بنحاول نخلي ما فيش تذكره للدخول، انت هتدخل تستمتع بيها وعايز بس طبعا ده مهم، بس انك توازن وتعمل المعادله انه ده يكون متاح للجميع، لكن كمان تكسب يعني القطاع الخاص والاستثمارات. ده هيحصل، ما حدش يقلق خالص، لكن احنا عايزين نقول للناس ان دي حديقه على مستوى عالمي هتستمتع بيها ايا كانت ظروفك، هتستمتع بيها وهتلاقي كل حاجه فيها موجوده بشكل عالمي. هتقولي مثلا انا عايز اروح حديقه كذا في الولايات المتحده، ده في اوروبا في كذا في كذا، لا ده انا جايب لك الاحسن منهم هنا في مصر بالجنيه المصري بتاعك، هتقدر تتعامل وتتعايش مع الحديقه دي من غير ما تنتقل بطياره من المكان ده، لا تمام، انت هتستمتع بيها هنا. تمام يا فندم، كل الشكر لحضرتك باشمهندس خالد صديق رئيس صندوق التنميه الحضريه. معرض القاهره الدولي للكتاب ويوميات المعرض